استذكرت دولة الكويت المسيرة العملية العاطرة والحافلة للمغفور له بإذن الله تعالى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال جلسة التأبين الخاصة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد التي عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة في ظل ترأس دولة الكويت أعمال المجموعة في نيويورك الشهر الجاري. تقديرا لمكانته الدولية، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة تأبين خاصة للتذكير بسيرة وإنجازات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن خالص تعازيه إلى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرا بأعماله التاريخية وإرثه الإنساني العالمي. أتذكر دوما بالسخاء الشيخ والإماراتيين في اتجاه كل محتاجين، والدعم للعمل الإنساني المتعدد الأطراف إنما يدل على إرثه السخي، وكان مصدر لإلهام الآخرين للعطاء أيضا. وثروة الإمارات تأتي مما بها من موارد طبيعية ومن النفط تحديدا، لأنه آمن بأهمية التنمية المستدامة للأجيال جميعا. وألقت دولة الكويت كلمة بالنيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة، نقلت فيها تعازي دول المجموعة العربية الحارة إلى حكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن العالم ودع قائدا ذو حس إنساني تميز بالحكمة والحنكة. قاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2004 خلفا لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فترة مهمة ودقيقة لبلاده والمنطقة العربية كذلك، تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهده بتقدم اقتصادي يشهد له الجميع، وطفرة في تقدمها العلمي والحضاري، وتنمية اجتماعية واسعة، وإبراز كذلك للعنصر البشري بشكل كبير، ونشاطا ملحوظا في تقديمها للمساعدات الإنسانية ودعمها لمختلف الدول والشعوب إقليما ودوليا. وقامت الأمم المتحدة بإنزال علمها إلى المنتصف، ووقف أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة دقيقة صمت على رحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه. وتحدث رؤساء المجموعات الجغرافية الخمس لدى الأمم المتحدة والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية، ناقلين تعازيهم الحارة إلى حكومة وشعب الإمارات، ومسلطين الضوء على إنجازاته وإرثه الإنساني العالمي. من الأمم المتحدة أسامة عبد العزيز، تلفزيون دولة الكويت.